الكروشيه أو التريكو هي حرفة فريدة من نوعها، تعني الحياكة أو لف الخيط على الإبرة. رح نتعرف أكثر عن هالحرفة مع حنان العرايفي، مصممة الكروشيه. أهلا وسهلا فيك حنان، كيف صحتك؟ الحمد لله. تمام، الحمد لله. احكي لنا أكثر عن هالحرفة الكروشيه هاي، يعني شو بتعني بالبداية وشو الاستخدامات تبعتها؟ يعني يعتبر الكروشيه من أقدم وأرقى الحرف اليدوية بدون استثناء. الكروشيه يعني عبارة عن أنك تصنعي شيء جميل من خيط صوف. خيط هو عبارة عن خيط، أنت بتعملي منه إيش بتحبي تعملي، من ملابس، عن طريق الإبرة، مفارش. هي عبارة عن سنارة معكوفة. سنارة معكوفة بتعملي منها كل الأشياء اللي بتحبي تعملي منها، من ملابس، من مفارش، من إكسسوارات، شو ما يعني أي إشي بخطر على بالك ممكن تعملي منه. ممكن نعمل منه ألعاب، ممكن نعمل منه أشكال الحيوانات للطيور، أشكال كثير بتطلع حلوة من خيط صغير يعني، بس بده شوية هواية وشوية طولة بال. لأنه بالفعل لما بدك تمسكي السنارة مع الخيط بدك حتى تعملي هذا النسيج الجميل من يعني تطلعي منها شكل معين بدك وقت كتير كبير. بدنا نعرف منك كمان ست حنان الخيوط المستخدمة في، يعني أنت حكيت الصوف، هل الصوف فقط يعني يستخدم في الكروشيه؟ أكيد لا، في عندك خيوط الكروشيه اللي هو الخيط عبارة عن من النايلون بس بكون رفيع، في القطن، خيط القطن كتير كتير وأنسب شيء خيط القطن؟ خاصة للأطفال وللملابس يعني. بتعرفي أنت بالصيف يعني نعمل أشياء صيفية، بالصيف كتير كتير بكون هيك حلو، وبعدين بمتص العرق في الصيف تحسي أنه مريح، عملي كتير مريح. مريح كمان. طبعا إحنا الصوف نستخدمه في الشتاء يعني أكتر، بس صوف طبيعي ما فيه. إذا أنت بتنزلي مثلا تدوري في الأسواق ما بتلاقي إنه في صوف طبيعي. الصوف بكون فيه نسبة من النايلون، نسبة من الأكريليك، في نسبة من القطن، لكن إنه صوف 100% ما في. هلا خيط الصوف أو الخيوط بشكل عام يعني معظمها خيوط صناعية، خيوط طبيعي ما في غير الحرير. خيوط كلها صناعية، لكن احنا بطريقة معينة او انت حسب يعني ذوق السيدة، حسب مهارتها في استعمال الصوف. يعني في بعض الخيطان بتاخذ بدها جهد كبير، بدها طريقة معاملة خاصة. الحرير يمكن يعني الحرير اصعب شيء، في خيط الحرير او خيط الكروشيه الناعم كمان يعني كثير صعب انك تتعاملي معه، لازم تكوني متمكنة عشان تعرفي تتعاملي يعني هو انسب شيء خيط القطن. خيط انسب شيء واسهل شيء طبعا. طبعا طب احنا دائما بنسمع عن التريكو، يعني الكروشيه يمكن انا حتى يمكن مش كثير يعني معلوماتي عنه، بس التريكو بعرفها اكثر. شو الفرق بين التريكو والكروشيه؟ هلا التريكو نوعين، في تريكو يدوي في تريكو صناعي اللي هو الالي، الالات اللي بتشتغله. التريكو الالي هو بيعملوا قطع كبيره بعدين بفصلوها، بعدين بقصوها وبفصلوها. يعني زي القماش بيعملوها قطع كبيره وبعدين بقصوها وبفصلوها. بدليل يعني انك بتلاقي الشغل باليد هي اكثر، بدليل انك بتوجد ممكن توجدي نفس القطعه، قطعه يعني انها معموله 200 مره او 2000 مره، نسخه معمول كوبي منها. انهم بقصوها قص بس وخياطه ودرزع الدائر. لكن شغل الكروشيه او الشغل اليدوي كل قطعه تريكو اليدوي، ما في سناره وفي سناره. انا عم بدي اسالك اذا في تريكو يدوي. طبعا التريكو اليدوي كل قطعة مميزة عن الثانية. يعني أنا عملت كثير كثير من القطع، ما في قطعة زي أختها. لازم كل قطعة سبحان الله يعني لازم تكون في تحط فيها ذوقك وتحط فيها إبداعك عشان تطلع مميز غير عن القطعة الثانية. طب خلينا نستعرض أنا وإنتي بعض الأعمال اللي عملتيها عن طريق الكروشيه. في هذا الشال، يمكن لو ناخده بالفعل أنت استخدمتي هون خيط الصوف. خيط الصوف و يعني إشي كتير مميز ومبين إنه شغل يدوي ومتعوب فيه. طريقة يعني تنسيق هذا النسيج، يعني كيف تقدر أنت بتكوني بالأول حاطة فكر معين، شكل معين للقطعة اللي بدك تعمليها، وبعدين يعني بتبلشي فيها، ولا بتيجي معك هيك بالصدفة؟ لا، هي بيكون في خطوط عريضة للقطعة. يعني أنا حابة مثلا أعملها مثلثة ببلشها، بعدين بشوف شو خيط الصوف، اللون له دور في نوع الغرز اللي بدي أعملها. يعني الألوان الفاتحة بتاخذ غرز غير عن الألوان اللي بتكون غامقة. بتكون في خط عريض وبعدين بتبلشي. بعدين أنا ممكن يعني بعد ما أشتغل شوي يحكي لا في قطعة تانية، موديل تاني، غرزة تانية ممكن تكون أكتر. لا هذا من تحت كيف.
هذا ايش هاي؟ هذا فستان بناتي. شوفي شو حلو. هذا فستان بناتي كثير حلو حبيبتي. ومختار لونه حلو كمان بناتي احمر. هذا صيفي. هذا كروشيه كمان. اوكي هذا بلتبس تحتي شيء لانه طبعا يعني بروتيل مثلا بدي بصير ممكن التبس تحتي كثير حلو. وهذا الخيط ايش الخيط شو؟ هذا كروشيه. كروشيه ما بعطي حم. لا 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 لا. قديش بياخذ وقت انك تعملي مثل هاي القطعه مثلا؟ ما بياخذ كثير يعني. اكبر قطعه يعني مثلا الشال ممكن تاخذ مثلا اسبوع، 6 ايام، 5 ايام، مو اكثر يعني. حلو. حلو. طب كمان نستعرض بعض المشارف تمام. مفرش. مفرش. نعم. مفرش. نعم. اوكي. برضو كتير حلو الألوان كمان اللي بتختاريها كمان حلوة. بتشاركي في معارض؟ طبعا أنا شاركت في معرض جارة السنة الماضية بالصيف. شاركت في بعض المعارض اللي بتكون عملها الجمعيات الخيرية يعني. هاي بلوزة كمان. هاي بلوزة. هلأ كتير موضة هدول. موضة. بس هذا الصوف ايش؟ هذا هو تركي كريستال. هذا الصوف فيه لمعة لأنه كريستال. هذا الصوف كثير حلو. طيب نشوف كمان في هذا، حسيت كأنه صوف أكثر. هذا للأرض. أرضية. هذا أرضية. هذا للأرض. يعني هيك فوق الموكيت مثلا بتحطين لما تكون قريبة على بعضها الخيطان قريبة كثير يعني قريبة على بعضها يعني هل بيكون متعب أكثر من لما تكون فراغات؟ باخذ وقت اكثر بس باخذ وقت اكثر الشغل يعني بكون. في اكسسوارات كمان انت جايبه فرشينا في هاي الورده برومبلان. طبعا احنا ممكن نعمل كل انواع الورود. هاي وين تنحط؟ هاي ممكن نعمل مداري لمفتاح مثلا او في السياره في غرفه الاولاد. حلوه كثير. طيب وكمان حتى شفتك عامله حلو كثير كثير لذيذ. هذول كلاكيل. كلاكيل للاطفال. هذا حلو كثير يعني. وبعدين مميز بدفي دافي كثير كثير. حلو. طيب الابر المستخدمه، معلش خلينا نرجع لموضوع الطريقه في الكروشيه. هل غير السناره هل في يعني اشكال مختلفه للابر؟ السناره هي سناره معكوفه لكن ارقام. يعني في رفيعه وفي بتكون يعني اخمل هذا حسب الصوف. اذا الصوف رفيع بتدوس سناره رفيعه، اذا الصوف خميل بتدوس سناره بتكون اخمل شويه. هذا بالنسبه للسناره. كمان السياخ هو السيخ عباره عن قضيب هيك من الالومنيوم او الستيل، يكون طويل برضه نمر، في رفيع وفي خميل حسب الخيط المستخدم. حلو. ست حنان كمان يعني كثير مهم نعرف كيف ممكن نعتني في الصوف، يعني طريقه اعتناء في الصوف، لانه يعني يمكن احنا هلا من فتره الشتاء بنضب القطعه و الشتوية اللي بعدها، فكيف ممكن نعتني في الصوف بحيث انه ما يتلف او يتغير؟ هو الصوف في طريقتين انك تعتني فيه. اول شيء طريقه تنظيفه وطريقه غسيله. الصوف المساحيق اللي بيستخدموها الستات هذا يعني كثير كثير بخرب القطعه. لانه المسحوق عباره عن حبيبات، الحبيبات بتفوت بين اجزاء الصوف وما بتروح مع الميه، فضل هالقطعة هيك جامدة ناشفة كأنها منشية مش مريحة. فأنا بفضل يعني أنه نستخدم المساحيق السائلة. السائل بعطيها زي الشامبو، في شامبو خاص للغسيل، في أشياء يعني. طب ودرجة حرارة المي اللي لازم تكون باردة 30 أكتر؟ لا لأنه ممكن أنه القطعة تخرب. لازم تكون بعدين انا بفضل الغسيل اليدوي للصوف. الغسيل اليدوي افضل للصوف. طبعا انا بفضل الغسيل اليدوي. بس في حال مو في بعض الغسالات غسالات الاوتوماتيك بتعطي في عيار للصوف تحطيها عادي ما في مشكله. بس 30 يعني. اكثر من 30 لا انا ما بفضل بصراحه. بالزبط. ما بفضل لانها ممكن تخرب. ممكن إعادة تصنيع أو استهلاك الصوف نفسه مثلا إذا أنت قطعة عملتيها وحابة أنك تغيري الشكل تعيدي نسجها مرة تانية، كيف ممكن تعملي؟ هي طريقة واحدة يعني أنه بتفكيه بعدين بتلفيه هيك بشكل دائري مثلا ما بكون خرب الخيط، تحطيه بالماء. ما لا
ما بيخرب. لا 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 هو ممكن يعني هيك تحسي انه بهجته راحت شويه لكن انه كيف لا. نعيد بهجته مره ثانيه؟ لا هو عيار غسل كثير. لا اذا غسل كثير وهيك اللمعه بتروح منه يعني بيكون هو 10 سنين او اكثر يعني. بس انه لا اذا حطيتي الصوف مثلا في الميه تركتيه بعد بفكتي حطيتيه بالميه بعدين لفتيه هيك بشكل على مناول او على اي شيء وترجعي تعيديه عادي ما في مشكله. وبعدين يعني في طريقه يعني انه كيف بدي احكي لك انك تدخلي صوف جديد مع الصوف القديم. حلو فكره حلوه هاي. يعني مثلا انت عندك صوف قديم وهيك كويس نوعيته منيحه انا بدخل صوف جديد معه بتبين القطعه جديده نوع من الدمج. حلو فكره تطلع حلوه تطلع القطعه جديده ما حدا رح يعرف يعني انه هذا دمج. ست حنان انت الفتي كتاب في هالموضوع هذا حتسينا عن هالتجربه. والله انا كان فكره كتابي انه انا بلشت يعني اشتغل صوف من سنين يعني لكن اللي لاحظته انه ما في شيء غراز كثيره يعني مثلا واحدة بتعرف واحدة تنتين ثلاثه فكان يعني حابه انا اني اجمعهم فلما بلشت اجمع تفاجأت انه في عشرات من الغرز ايش على السنارة وايش على السنارتين ف دورت كثير يعني تقريبا سنتين وانا اشتغل على الكتاب لما وجدت انه في غرز كثيره حتى انه بتتفاجئ انه ممكن انت تبدعي غرزه انت يعني انت تشتغلي انك انت تطلع معك غرزه جديده. والله وسريعه انت بال الحمد لله طبعا مع الخبره يعني وهيك كثير حلو. طب نشوف بس الكتاب هذا فتح. نزل على الاسواق طبعا تحفة الشتاء. سميتيه تحفة الشتاء لأنه معروف هو يعني أكثر شيء أنه الشتاء. مربوط الكروشيه مع الشتاء هذا اللي خلاني أسميه تحفة الشتاء لأنه هو يعني فكرة. أنا شايفته تحفة مش عارف يعني. وهو بالفعل تحفة. شكرا لك. يعطيك العافية. يعطيك. كمان حابة أعرف منك إذا عم بتفكري كمان إنك تعطي دروس أو يعني تدربي هذا يعني دخلتي في مجال التدريب؟ حاليا أنا بدرب في مدرسة في مدارس يعني للبنات وللمجتمع المحلي وفي بعض في كمان جمعية بأعطي فيها دورة حاليا يعني في الوقت الحالي وفي بعض المدارس. اللي لاحظته أنا إنه كانت الفكرة إنه نعطي البنات انه يعني يتعلم بحبوا هيك شغله البنات مش الكل بس في اقبال اللي لاحظته انا انه الاهالي اللي صاروا يجوا الاميات الستات البيوت يعني هم اللي صاروا يجوا يعني انا بتفاجئ انه مثلا مسجلات 10 مسجلات مثلا بتفاجئ انه هاي عمتها وهي خالتها وهي جارتها انه هم حابين بعدين انت عارف الغريب انه كان اول ايام زمان كانت كثير متداوله بين امهاتنا وجداتنا لكن هلا يعني في فتره من الفترات يمكن ما بقدر اعرف هي الفتره اللي الناس التهت بالتكنولوجيا الجديده صاروا يلتهوا على الكمبيوتر على فعلا. فاختفت الحرفه هي بطل الناس كثير تتداولها لكن من جديد عم بلاحظ حتى في المدارس يعني بنت اختي هذيك اليوم جاي وجايبه سناره معها وكانه معطينها حصه بالمهني انه لازم يعملوا شيء معين فكأنهم عم بيعيدوا إحياء هذه الحرفة فيعني أنتوا دوركم كمان الناس اللي مهتمين في هذا الموضوع أنكم كمان أنكم تحاولوا بأي طريقة أنكم تحيوا هذا أكيد هذا التراث. طبعا أول إشي شغل الكروشيه شغل ممتع وأنا بحس يعني بالمتعة وأنا بشتغل فيه ولما بعمل قطعة هيك بحس إنها يعني كتير أنتبت عليها وكتير حلوة وخاصة لما بلاقي إعجاب من اللي حواليا كمان هاي نقطة ممتازة. شغل الكروشيه يعني كيف بدي أحكي لك بعد ما راح حسيتي إنه راح خف كتير رجع حتى بالأسواق رجعت القطعة. الحلو في الموضوع إنه مهما كانت القطعة يعني إنها من زمان مثلا إنه عمالها بترجع يعني ممكن نضيف عليها شغلات بسيطة مثلا وترجع بشكل جديد وموضة موضة جديدة. حتى تطريز اللوحات يعني زمان كانوا يطرزوا اللوحات بنفس الطريقة مش هيك؟ طبعا بالسنارة طبعا. وهلأ موجود هذا الشيء ولا لا اختفى؟ يعني هو خف الناس يعني بتطلع على الإشي الصناعي أكتر الصناعي أكتر بس في ناس كتير مهتمة بالأشغال اليدوية وبالشغل اليدوي بتحس إنه قيمته فيه حتى لو كان غالي سعره فيه. بعدين البنات اليوم يعني بحبوا هم يشتغلوا صاروا بإيدهم كل واحدة تعمل إشي هي عاملاه وتتباهى فيه إنه طبعا إنه أنا عملته هذا الشغل خصوصا يعني. الشالات والطواقي هلا كمان طبعا كثير موضة الطواقي والشالات الصوف يعني إحنا مش إنه الصوف يعني جاكيت وبلوزة وبس زي ما كانوا زمان يعملوا وأنا عاملة كثير عاملة اثنتين ثلاثة وأحمر وأخضر لا هلا صار في ألعاب بنعمل الألعاب بنعمل كل إشي يعني يخطر في بالك إحنا ممكن نعمله حتى إنه أنا ممكن أنزل مثلا أشوف في السوق قطعة بروح بعمل أختها أو أحلى وأنا بضيف عليها
طب يعني انت هلا ما عندك مركز للتدريب، بس انه يعني بتلف على المدارس وبتدربي؟ في بعض المدارس طلبة. انا بعطي فيها دورات. نعم. احنا بدنا نشكر حضورك ست حنان العراي في مصممه الكروشيه. شكرا لحضورك وهالمعلومات الطيبه اللي اعطيتينا اياها. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك حبيبتي. شرفتينا. متابعين معاكم فقرات دنيا يا دنيا، بعد الفاصل خليكم معنا، ما تغيروا قناه رؤيا.